حلقتنا كان لها سؤال جميل جدا النهارده، ايه اكتر حاجه ممكن تدخلنا الجنه؟ بصوا انا قعدت احسب معظم الاحاديث، ان شاء الله نعمل لكم حلقه بكده، كان في تقريبا 43 عمل يدخلني الجنه، ده اللي عرفت اجمعهم يعني، اكيد هم اكتر من كده، بس 43 عمل ب 43 حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنه. لكن اكتر حاجه تدخل الجنه حديث سيدنا ابو هريره لما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه بقى احنا بدايه الحلقه كلها صلى الله عليه وسلم، عن اكتر ما يدخل الناس الجنه، ايه اكتر حاجه تدخل الناس الجنه؟ قال حاجتين اتنين النهارده، نفسي مره اعد حاجه وما ابقاش ثلاثه ولا اربعه ولا الناس تتخطى، حاجتين تقوى الله وحسن الخلق. يعني تعالوا نشرح ونقول تقوى الله وحسن الخلق، يعني بقيه الحديث بس. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، الكلام وحكم الشهوات او ازاي يتحكم في الشهوات. تقوى الله وحسن الخلق دول اكتر حاجه تدخل الجنه. اكتر حاجه ممكن ادخل بيها ان الله سبحانه وتعالى يشوفني على تقوه. ايه بقى دكتوره هاله؟ خلوني بس اشرح لكم الاول. ده التقوى دي مقام عالي قوي، ده التقوى دي يعني حاجة صعبة. طب احنا بنقول مسلم مؤمن وبعدين تقي نقي ورع، خلينا يعني نشرح. مسلم مؤمن تقي نقي، عندك الورع والإحسان، مراتب جميلة جدا ومراتب عالية جدا، برضو التقوى مقام عالي. لكن أنا جايبة لكم بشرى من ابن القيم صراحة، قال مجرد مجاهدة النفس بس، إنك تجاهد نفسك في أعمال الصح والغلط دي تقوى. الحال مش مقام عالي، مقام يعني حالك ومقالك وليلك ونهارك وصيفك وشتاك وكل احوال حياتك كلها هي تقوى لله سبحانه وتعالى. ولكن ان انا ادفع النفس مره واجاهدها مره ووقع في الذنب مره واستغفر مره وبعدين غفله تاخدني مره واقول استغفر الله مره، يبقى انا في الطريق ده. وكان حقا على الله بنص الايه ولا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لنهدينهم توكيد باللام والنون، ان الله سبحانه وتعالى طالما انت في حال مجاهده مع النفس الله يهديك السبيل. تقوى الله يعني ايه تقوى الله؟ قال لك بقى العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، طب الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، او انك تبقى زي ما قال سيدنا عمر، انك تبقى ماشي في طريق كل شوك وانت خايف الشوك، فانت ماشي مشمر كده عشان الشوك ما يلمسكش او يعورك. التقوى هو كده بيبقى حال القلب. تقوى الله ان انا اضع الله بين عيني، ربنا بين عيني، ده يرضي الله افعله، لا يرضي الله لا افعله، خلاص. يعني اللي ربنا يريده أنا أفعله، اللي ربنا لا يريده ما أفعله. ينظر الله إلي في أي وقت يلاقيني في المكان اللي هو حابب يشوفني فيه. ده التقوى. حسن الخلق. أنتوا عارفين حسن الخلق ده يعني إيه؟ يعني حد جميل. يعني حد منين ما تتعامل معاه، مع الأهل، مع الصحاب، بره البيت، جوه البيت، هو طبقة واحدة. هين، لين، سهل في التعامل. متواضع للخلق. ده حسن الخلق. برضه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكتر واحد إيمانه كامل اللي خلقه حسن، مش بقى الفاحش ولا البذيء ولا اللعان ولا السباب ولا الناس اللي بتكذب. إيه كمية الكذب اللي في الدنيا دي؟ إيه كمية الكذب اللي الناس بتكذبها دي؟ كذب ده، في كذب بدون داعي. في واحد بيكذب مثلا أهو، بيفشر مثلا عايز يعمل أبو مش عارفة أبو لمعة، والتاني مش عارفة بيعمل إيه، أهو بيعمل أو واحد عايز يطلع من موقف مثلا، يطلع من موقف غلط عليه او خطر عليه، مع ان والله النجاه كل النجاه في الصدق، فبيكذب. انا عايز اقول لكم ان في كذب بدون سبب، بيكذب كده عشان هو كده يعني حاجه حلوه وخلاص، حاجه بيستغفر الله. كميه كذب رهيبه، لا ده لا كذابين ولا مخادعين، عندهم امانه، امانه قول وامانه فعل وامانه قلب وامانه غيبه وامانه حضور معاك، لا ناس صادقه وناس امينه. ده حسن الخلق. وبقيه الحديث ايه؟ وخياركم خياركم لنسائهم. الله، ايه علاقه حسن الخلق بالنساء؟ عليه الصلاه والسلام صلوا على، انا عايزه كل النساء النهارده اللي بتسمعني تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونزداد حبا كده في الرسول عليه الصلاه والسلام، حاسس بينا، حاسس بالجيل اللي جاي والقرون اللي جايه بعده والامم اللي جايه بعد عهد النبي عليه الصلاه والسلام. قال حسن الخلق وخيركم خيركم لنسائهم. ربط الاثنين ببعض والاثنين في حديث واحد. حسن الخلق، وريني بقى المعامله مع اهل بيتك من النساء ازاي، من النساء
بتلاقي ناس رقيقه جدا. وانا قلت لكم قبل كده انا اعرف بيوت بصدق، بيوت جميله جدا في تعاملها. الولد يتعامل مع اخته برقي شديد وبحب شديد، يستقبل اخواته البنات. طبعا انا بقول لكم الكلام ده متخيلين ان هو عارفه ايه ده، في واد يقوم يستقبل اخته وهي جايه ويطبطب عليها، ويقوم وهي ماشيه يودح ويسال عليها. ولا عارفين، عارفين الحامي حامي الحمى كده في بيت بشوفه كده. ليه الاب بيبقى كده؟ فالصبيان ذات نفسهم بيطلعوا نفس الكلام، والاب بيتعامل كده مع الاولاد صبيان وبنات ومع امهم، فبتبقى المعامله جميله جدا. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف حسن الخلق، وبعدين يختم الحديث خيركم خيركم نساء، يعني حسن بين لي بين حسن الخلق في تعاملك مع النساء. اكتر حاجه تدخل جنه حسن خلق وتعامل حلو مع النساء. عن عائشة، مش النساء، من كل النساء، محارم مناجع التلاك دعوة بناسك بس وزوجتك بس وأهل بيتك والناس اللي هم محللين لك شرعا، أمك أختك زوجتك خالتك عمتك، ماشي مالكش دعوة بالبقية. عندي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صايم طول الأيام، مين يقدر؟ من يقدر يصوم طول الظهر؟ ده كان الصيام بتاع صيام سيدنا داود، يصوم يوم ويفطر يوم ويصوم الظهر كله. واحد رسول اطيق يا رسول، قال له لا تطيق، خلي اثنين وخميس وثلاثه من كل، قال له اطيق يا رسول. بيقول لك لما عرمت وخلاص كبر في السن وعجز، قال يا ريتني كنت اخذت بالامر ده. بس هو واخد على نفسه ايه العهد. درجه الصائم القائم الذي لا يفطر، يفطر بالتاء ما يتعبش، قيام على طول، واقف بقى، هل واقف نص الليل تلت الليل تلتين الليل، محسوب من القائمين وبيصلي قيام.